سهى حرام عليكي، قد ما صار بينك وبين روعة بس ما بيجوز تطلع عليها هيك قصص. أنا ما طلعت شي. اليوم وحدة اتصلت فيني قالت لي إنه روعة حامل. ومين هي؟ ما بعرف، ما قالت لي اسمه. وليش اتصلت فيكي أنت بالذات؟ كمان ما بعرف. فؤاد ما بيحبك، ولو بيحبك ما بيناسبك، فنسي أريح لك. يا ريت بقدر. في شي بيناتكم أنا ما بعرفه؟ لا طبعاً، أنتي لوين راح عليك؟ ايه ما عم بقدر افهم، ليش كل هالقد متعلقة فيه؟ يعني واحد متزوج وعينه دايما لبرا، وبعد ما حاول انه يعلقك فيه كمان ندم وتراجع، شو بدك منه بقى؟ كلامك صحيح، كل شي حكيتيه انا مقتنعة فيه، بس الشغلة مو بإيدي. شو صار بشركة الاي سي ام؟ ما ردت علينا؟ لا لسه. بعتي لهم فاكس اخير وفهميهم اذا ما بعتوا لنا بسرعه مضطرين ننفذ الشرط الجزائي معهم. اوكي. روى شو وسطك؟ حاسس كانه عالق مو معي. أنسة روعة، حسب الثبوتيات والوثائق الموجودة قدام مني بيأكد على أنه الناقص حاصل بعهدتك وأنت مسؤولة عنه. أنا ما بدي إياكي تتضايقي
ولكن نفس الوقت هي مسألة ما بينسكت عنها أبدا. أقسم بالله، أقسم بالله يا أستاذ فؤاد إني ما بعرف وين راح الناس وأنا ما أخذت شيء. أنا مصدق، ما بعرف. يعني إذا بتحبي تأخذي الوثائق والثبوتيات تراجعيهم مرة ثانية أنا ما عندي مانع. ما هي هون المشكلة؟ إني راجعتهم كثير وما قدرت ألقط وين النص. طيب ممكن تدفعي نص المبلغ والنص الثاني أنا بتحمل مسؤوليته وأنا بدفعه، تكرم عيونك ما في مشكلة. أنا من وين؟ يعني أستاذ فؤاد أنت بتعرف حالتنا وأنا ما بقدر أدفع لا نصه ولا ربعه حتى. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما بعرف، أنا عندي اقتراح لحل هاي المشكلة، وإذا كان بناسبك أنا جاهز، ما عندي مانع. شو هو؟ نتزوج. تتزوج؟ إذا كنت شايفتيني مواد المقام انسي الموضوع. لا لا أنا مو هيك قصدي، بس إلهام إلهام من حيث المبدأ ما في مشكلة، ما رح تضربي أي شيء لأنه زواجنا رح يكون سري، وأنا رح بلش بعدين شوي شوي فهمه وأقنعها بزواجنا. مستحيل. أنسي الوضع، أتمنى شغلة ما تغيب عن بالك أبدا، أنا ما عم استغل ظرفك ولا عم استغلك، أنا من زمان موجف فيك بحبك، وصدقيني إذا تزوجنا رح أكون سعيد كتير، وبنفس الوقت بوعدك إذا وافقتي ما رح تندمي بحياتك. بسيطة يا فؤاد. مايس نعم. أنا نازل على المكتب، بدك شيء؟ سلام. الله يسلمك، ما تنسي لما روح تتصلي برفقاتك وتعزميهم.